إدريس عبد الكريم كاتب جهوي لقطاع النظافة القطاع الخاص. هاد الوقفة دايرينها حيت هاد الناس ما بغاوش يشاركونا في ديطار التحملات. حنا بغينا باش تكونوا طرف ديطار التحملات حفاظا على المكاسب ديالنا اللي خدنا هذه 9 سنين وحفاظا على الموارد البشرية باش يحتفظوا على البيئة البشرية. بالنسبة للقطاع الخاص راه كاين تقريبا 5000 ديال العمال خصنا نحتفظوا عليهم في هاد الانتسابات اللي عندنا، وكاين عندنا مقترحات باش حنا نوصلوها للمعنيين. من بين هاد المقترحات؟ هو تيكون اللقاء وغادي ان شاء الله غادي نقول.